على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون رموز وأفكار. نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم. إنهم أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية، عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام. رموز وأفكار من إعداد وتقديم محمد القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج رموز وأفكار عبر إذاعة جامعة الخرطوم صوت العلم والمعرفة على الموجة FM 93.3. نواصل من قطع من حديث مع دكتور سليمان عبد الرحمن المشهور بسليمان مرحب، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية السابق بولاية شمال كردفان، والمفوض العام للعون الإنساني السابق، والمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الأسبق. أهلا ومرحبا بك دكتور سليمان. أهلا وسهلا ومرحب بإذاعة جامعة الخرطوم وبكل مستمعي هذه الإذاعة الرائدة. دكتور سليمان عبد الرحمن مرحب. نجف إلى محطة هامة في حياة الناس، وكان لكم القدح المعلى في إعلاء شأنها وتوطينها كخدمة اجتماعية حينما نهضت بأمر التأمين الصحي لمدة 9 سنوات كنت مديرا للصندوق القومي للتأمين الصحي. هنالك تجارب عالمية عريقة في مجال التأمين الصحي خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أكيد تكون اطلعت عليها وأخذت منها في التجربة السودانية، علاوة على مجال الدراسة التي بتعيش إليها في بريطانيا في التخطيط والتأمين والتمويل الصحي من جامعة لندن. حدثني دكتور سليمان عن أهم ملامح تجربة التأمين الصحي العالمية، وما هي فلسفته ومبرياته لتقديم الخدمة العلاجية في السودان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة التأمين الصحي أعتقد أنه من المشروعات الرائدة التي أتت بها الدولة، والتأمين الصحي هو نظام معمول به في أغلب دول العالم تقريبا، وهو نظام يضمن تأمين احتياجات المرضى من الخدمات الطبية بصورة مستدامة بتكلفة مدفوعة مقدما وخدمة جيدة متاحة على الدوام متى ما احتاج إليها صاحب الحاجة المؤمن عليه. التأمين الصحي هو عالميا كله قائم على نظرية الأعداد الكبيرة زي التأمين الاجتماعي والمعاشي، وهو كل صناديق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي طبعا مشروع اجتماعي، هي قائمة على نظرية الأعداد الكبيرة، بمعنى أنه كل ما زاد عدد المشتركين أو عدد الناس فيها كل ما أنت قللت التكلفة وضمنت احتياطات لتغطية الخدمة المحتاج لها الجمهور اللي اشترك معك في هذا النظام. التأمين الصحي في السودان، الدولة في عام 1992 حررت الاقتصاد واتجهت إلى اقتصاد السوق، وده كان بيعني عمليا تحرير الأزعار بما فيها أزعار الخدمة. والطب العلاجي خدمة مقدمة في السوق، وهي أيضا لا كلفتها لأنه الطب الحديث تكلفته عالية. من نظام الدراسة 6 سنوات في كلية الطب امتياز شدة، الأجهزة الطبية الحديثة، الأجهزة المعملية، الأدوية، فالطب العلاجي بصورة عامة عالمية مكلف. والدولة حررت الأزعار، لكن الدولة انتبهت في نفس الوقت إنه لازم تعمل حماية، عشان كده التأمين الصحي هو مشروع حماية، مشروع اجتماعي وليس صحي. مشروع الحماية الاجتماعية ده قائم على شبكة تضامنية تكافلية، إنه كل الناس شركاء مثلا في العلاج. طيب دي تجي كيف؟ دي تغننت عبر النظام. النظام ده إنه كل العاملين بنظام المرتبات في الدولة أو في القطاع الخاص إنه بتسقط منهم نسبة مئوية شهرية من مرتباتهم. كل العاملين في القطاع الحر بيستقطع منهم ما يسمى بالفلات ريت، اللي هو مبلغ شهري ثابت، لكن هذه الاشتراكات الدورية بتراجع كل 3 إلى 5 سنوات بما يسمى بالدراسات الاكتوارية اللي هي رياضيات التأمين، اللي هو إنك أنت كيف تقدر توازن ما بين الاستقطاع وتكلفة الخدمة حتى إنه ما يكون في عجز. مشروع التأمين الصحي أنا أعتبره مشروع رائد، وأجيز في ديسمبر 94 18 ديسمبر بمرسوم مؤقت وبعدك بقى قانون. وأنا من بدأ كان هو هيئة، الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفي هيئات فرعية في الولايات. والتأمين الصحي
استمر بهذه التجربة وكان بتشرف عليه وزارة الصحة الاتحادية وبالتالي وزارة الصحة في الولايات. المسألة دي مشت تحدي 2001 يتعدل قانون التأمين الصحي وأدخل بعض التعديلات الهامة من خلال التجربة الأولى، لكن التحول الكبير في التأمين الصحي حصل في قانون 2003 أو قانون 2001 تعديل 2003 اللي هو تحول من هيئة عامة إلى صندوق قومي. ما هي الميزات؟ الميزات إنه التأمين الصحي بيتعامل مع المرض. نعم. والتعامل مع المرض وعلاج هذا المرض ما عنده حدود. نعم. يعني ما ممكن مريض يأتي من واحد من أصقاع السودان عشان يمرض في ولاية هو زارها لأي سبب إن كان يقولوا له لا لازم ترجع تتعالج في ولايتك، المرض ما بينتظر. نعم. عشان كده بما إنه التعامل مع الصحة هو تعامل قومي حتى مع الحدود دول الجوار والمرض ما عنده حدود، بالتالي التأمين الصحي مفترض إنه يكون برضه هو قومي في المفهوم بتاعه، وبالتالي البطاقة اللي بيحملها المؤمن عليه لازم تكون بطاقة قومية تمكنه من إنه يتعالج محل ما المرض صادفه. مثلا أنا من كردفان مشيت زيارة بورسودان، مرضت في بورسودان، هل لو مشيت هناك عشان يعالجوني ويقولوا لي لا أرجع ولايتك أرجع كردفان؟ لا، يعالجوني وبعدك في مغاصة بتتم تكلفة العلاج بتدفعها الولاية اللي أنا دافع فيها اشتراكية اللي هي شمال كردفان مثلا. عشان كده المشروع التأمين الصحي مفهوم وجزء من فلسفته إنه هو تشتيت خطر تكلفة العلاج على أكبر عدد ممكن من أفراد الأمة. يعني أنا إذا علاجي بكلف 10 مليون، العشرة مليون دي أدفعها أنا معاي ولا أدفعها معاي 10 مليون مواطن؟ إذا في 10 مليون مواطن مشتركين معاي في التأمين معناها كل واحد حيكون عليه جنيه واحد. طيب أفضل كل مواطن تشيل منه جنيه عشان نحل مشكلة مواطن دائرة 10 مليون؟ مثلا زراعة كلى 20 مليون. 20 مليون إذا المشتركين في التأمين الصحي 10 مليون، معناه كل واحد حيكون عليه 2 جنيه. طيب أنا بدفع 2 جنيه بشوفه بسيطة جدا لأنه بتحل لي مشكلة زول عمله له زراعة كلى، لكن ما بالك إذا أنا 20 مليون دي علي أنا براي. عشان كده مفهوم التأمين الصحي هو مفهوم بتاع مشروع حماية اجتماعية تكافلية قائم على نظرية الأعداد الكبيرة. أنت تستمع لراديو الجامعة على 93.3 FM. بإمكانك الآن الاستماع إلى خدمة البث الدولي الإلكتروني على الموقع radio.ufk.edu.sd. تابع الجديد أيضا على الفيسبوك عبر صفحتنا Radio of UFK. راديو الجامعة، الجديد يبدأ من هنا. رموز وأفكار. استاذ مرحب، كرمتكم الدولة بمنحكم نقطة جدارة من الطبقة الأولى وهو أعلى وسام في الخدمة المدنية، قدمه لكم السيد رئيس الجمهورية كوسام للإنجاز الذي حققه الصندوق القومي للتأمين الصحي تحت إدارتكم. ما هي أهم تلك الإنجازات؟ والله حقيقة أنا صادفت الفترة اللي هي 2001 انتقال تبعية الإشرافية للتأمين الصحي من وزارة الصحة إلى وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، ودي فرضت علينا انه احنا لازم نبلور مفهوم التامين الصحي، لانه في الاول كان المفهوم بتاعه غاصر علاجي، انه التامين الصحي ده عباره عن جسم تمويلي. نعم. بيمول الصحه وبيمول الخدمه المقدمه فقط، فكانت بلورت مفهوم التامين الصحي هي نقطه انطلاق مهمه جدا في انه هو مشروع حمايه اجتماعيه قائم على التكافل لكن المردود بتاعه صحي. نعم. يعني أن إحنا ناس صحيحين معافين ما عندنا أي مرض، قعدنا يا أخواننا نحن إذا المرض ده بيجي من حين لآخر وبيجي من غير استئذان ونحن ما بنعرف مواعيده بيجي بتين، إذا فينا زول داهم ومرض والمرض ده بيكلف قروش كثيرة جدا، ولما المرض داهم وما كان جاهز له ما كان عنده قروش، مثلا نقول أنا مزارع قول شو كله والله خطيته في الواطة ومنتظر المطر لحد ما أجيب المحصول بتاعي، طيب في الفترة دي بيحل لي مشكلتي منه المالية إذا أنا احتجت مثلا ل 5 مليون 7 مليون علاج. صحيح السودانيين بنظام التكافل ها شيل من ده وشيل من ده، طيب شيل من ده وشيل من ده بدل تكون بصورة عشوائية وقد يكون ذاته ده وده ما عندهم المبلغ. أنا بيكون عندي نظام زي المحفظة إنه أنا عندي مساهمة شهرية بسيطة لما نشيلها مني ما بتأثر معي، بخدتها في الصندوق وبالتالي أنا وسرتي كلنا دخلنا في التأمين الصحي عندنا بطاقات، أنا بنوم مطمئن إنه في أي لحظة أنا بمرض بشيل البطاقة تعتيب بمشي للخدمة بتعالج من غير ما يشيلوا مني تكلفة هذه الخدمة لأنه أنا دافعها مقدما. وفي دي أنا بستحضر مغولة أنا لازم أقف عندها كثير، لما مشينا دشنا خدمات التأمين الصحي في أبو زبد يمكن في الوقت داك، فأنا بعد ما تكلمت في عمدة
اسمه على ما اذكر اسمه النور، وهو من قبيله اولاد ام سليم، فهو راجل بسيط وتعليمه بسيط جدا، لكن جاني قال لي يا ولدي انا فهمته التامين الصحي ده من كلامك اللي انت قلته ده، والتامين ده انا عجبني جدا. قلت له انت فهمت شنو؟ قال لي انت شلت هم الناس قبل ما يهموا، وعالجت الناس قبل ما يمرضوا. ايوه انا قلت له ما قلتك دي الناس درسوا التامين وعندهم فيه شهادات عليا ما لخصوه زي ما انت لخصوه، ولا عبارتك دي بتتلاقي في الكتب، لكن عباره انا نيابه عنك حنقولها محل ما امشي في السودان، لان بتسهل لي الفهم وبتبسط الفهم للناس. كذا كذا يا دكتور سليمان، شويه سويها لنا. شلت هم الناس قبل ما يهموا، يعني احنا الدوله رتبت هذا المشروع لانه عارفه انه الناس بعد ما هي حررت الازعار والاقتصاد وسعر الخدمه الطبيه مكلف، واذا في زول مرض ويحتاج لكلفه ماليه عاليه عشان يتعالج كويس، انه منو اللي بيدفع عليه؟ فالدوله سلفا جاوبت السؤال ده بتطبيق نظام التامين الصحي، بانه نظام التامين بيخلي الاجابه على السؤال ده موجوده قبل ما انت تمرض. عالجت الناس قبل ما يمرضوا، انه انا قبل ما يصيبني المرض انا اصلا داخل في التامين الصحي. يعني التامين جاهز لي. قبل ما انا امرض، يوم الامرض بيقول لي مرحبا انت صعود معانا في التامين الصحي، تعال نعالجك مجان، ما في زول حيشيل منك لانك انت دافع مسبقا. في عباره انا استوقفتني كثير، عندها دلاله وعندها مغزى. نعم. فعشان كده هي جزء من الاجابه على السؤال بتاعك. عشان كده الدوله بدت لنا ببلورة مفهوم التأمين الصحي بعد ما بقى في إطار عشان الناس يفهموا الفهم الصحيح، إنه هو مشروع اجتماعي تكافلي والمردود بتاعه علاجه، إنه الناس الصحيحين المعافين ديل دارين يضمنوا في حالة المرض منو بيدفع لهم تكلفة علاجهم. ببساطة شديدة. بعد كده بننتقل للمربع بتاع الخدمة، إنه أنا طالما أنا مشترك في التأمين وبدفع اشتراك مقدم، وأنا أصلا بدفع الضريبة العامة بتاعت الدولة اللي بتديني بشكل خدمات، لكن أنا دافع حاجة بلس للتأمين الصحي إضافة، إنه لازم كمان ألقى الخدمة أو شيء نمرة واحد متوفرة. يعني ما ممكن لما أمرض وأشيل بطاقتي بتاع التأمين أقول له والله يا أخي معليش الخدمة ما موجودة، أو لما أمشي أقول له معليش الخدمة ما جيدة أو ناقصة، أنا كمان لازم ألقى خدمة متوفرة نمرة واحد، نمرة اثنين تكون جيدة، نمرة ثلاثة مطلوبات الخدمة اللي أنا دايرة تكون متاحة لي. عشان كده نحن عملنا خطاب ورسالة التأمين الصحي وبصيناها عبر كافة الوسائط، وعملنا تزعة كتيبات عبارة عن مرشدات في كل المجالات بتخص التأمين الصحي، وأجهزنا أول هيكل ثابت للتأمين الصحي، واستعنا بمجموعة خبراء. وأنا هنا لابد أن أذكر بالخير الأستاذ الشريف عبود. هذا الرجل الغامة، هذا الرجل العملاق، الرجل اللي كان الذي مدير عام للضمان الاجتماعي، رجل متخصص في علم الاجتماع وفي نظم الضمان الاجتماعي والتأميني. هذا الرجل العلامة هو كان المستشار التأمين الصحي، وهو الذي وضع المسودة الأولى لقانون التأمين الصحي، وكان مستشارا طيلة الفترة الآن فيها مدير عام، ورجل أسكب لنا كل تجربته في أنظمة الضمان الاجتماعي حتى التجارب العالمية هو أوردها للتأمين الصحي، بالإضافة للجنة أخرى من الخبراء على رأسهم بروفيسور دكتور خير عبد الرحمن. أنا أشكره وأشيد به هو ومجموعة عمله، وهو الآن رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي، بعتبر إضافة حقيقية لهذا المشروع لأنه وضعه بصمات ممتازة جدا في مستقبل هذا المشروع. دكتور النور مدير كان محد الأكاديمية الإدارية هنا جامعة الخرطوم، دكتور إسماعيل اقتصاديات الصحة، دكتور منيف، الشيخ أبو كساوي، دكتور صيدلي، فاستعنا بمجموعة من الخبراء وضعوا لنا ملامح وبرامج التأمين الصحي وشكل الخطة والاستراتيجية بتاعته الأولى. وبعد ذلك استعنا بلجنة كان برأسها نائب وكيل وزارة الصحة في وقتها الدكتور أحمد عبد الرحمن أذكره بالخير، اللي هو دي كانت مهمتها تعمل دراسة لأنه هل التأمين الصحي ممكن يقدم خدمة ولا فقط يكتفي بشراء الخدمة. شراء الخدمة نحن في كثير من أنحاء السودان خاصة المناطق الطرفية إنه الخدمة إما تكون أحيانا ما موجودة لناس داخلين في التأمين الصحي إلا يسافروا لها سفر، أو تكون موجودة لكن ضعيفة أو ما مكتملة. فدي كانت واحدة من الدواعي اللي خلت إنه التأمين، ورجعنا لتجارب عدد من الدول ولقيناها بالضبط بتقدم الخدمة. فالتأمين الصحي يختار ازدواجية الخدمة، إنه يشتري ويقدم حيث هو عبر الدراسات يحس إنه محتاج إنه هو يقدم الخدمة بصورة مباشرة. والتأمين الصحي عبر هذه الدراسة الفنية الراغية يختار إنه يقدم عبر المراكز، باعتبار إنه المراكز هي الأكثر انتشارا في السودان، موجودة في الأحياء، موجودة في كل مكان، يقرب الخدمة للناس. أي نعم، وهي اعتبرناها مدخل الخدمة، والطبيب العمومي هو مدخل الخدمة باستثناء بعض المناطق النائية جدا إنه فيها مساعدين طبيين. أي نعم. وبالتالي
أحيانا نظام الإحالة. يعني أنت كان سألتني في الحلقة السابقة عن طب الأسرة وطبيب العائلة. نعم. فنحن هنا كأنما المركز الصحي والطبيب العمومي بيمثل طبيب الأسرة والعائلة. نعم. وإنه هو اللي بيحولك للمستوى الأعلى. فالتأمين الصحي برضو يستطيع بدون يقفز طوالي بدون يقفز طوالي للأخصائي. نعم. لأنه المراكز الصحية المكتملة بكل مطلوباتها حسب الستاندر بتاع منظمة الصحة العالمية بتحيل أكثر من 90% من المشكلات اليومية الصحية للناس، بالتالي بتفضل نسبة أقل من 10%. نعم. أحيانا 5% دي محتاجة لمستوى الإحالة إلى الأعلى إلى المستشفيات. التأمين الصحي برضو إنه واحدة من إنجازاته إنه تحول إلى صندوق قومي، وأصبحت الهيئات الفرعية الولائية إدارة تنفيذية تبع لرأسة الصندوق، وبالتالي أصبحت البطاقة قومية لأول مرة، بدل كانت ولائية بقت قومية. نعم. وبقت في نظام المغصة بين الولايات، ودي حلت أكبر معضلة في التأمين الصحي، إنه أي مواطن ببطاقة التأمين الصحي بيتعالج في أي حتة في السودان أو محل ما المرض يدركه هو بيتعالج، والمغصة بتتم من الولايات لدفع تكلفة الاشتراك بتاعه في الولاية اللي هو. دكتور أنا توقف. نعم. شوية، يعني وردت كلمة اجتماعية واجتماعي في أكثر من مرة في حديثك. نعم. وانتقل الإشراف للتأمين الصحي لوزارة الرعاية الاجتماعية من وزارة الصحة. نعم. شنو ميزات الوضع الجديد في وزارة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي؟ أيوة، ميزاته أنه صحح المفهوم، أنه نظرة الناس للتأمين الصحي لو فيهم أنه التأمين الصحي ده عبارة عن مشروع صحي، المشروع ما حينجح، لأن المشروع ده قائم على غيم هي موروثة عند الشعب السوداني، لكن احنا حولناه لبرنامج، حولناه لمشروع، انك بدل الناس يتكافلوا في لحظة الحدث، السوداني بيستعملوا عبارة الفزع برضو. نعم. انت بتفزع بتين، بتفزع بعد وقوع الحدث. نعم. لا، التأمين الصحي انا دار الناس يفزعوا قبل وقوع الحدث. استباغي. لانه المرض لما يجي ما بينتظر. يعني ما ممكن بعد ما تمرض الناس يفتشوا انه من وين يلقوا لك القروش. فالمرض بيتضاعف يوميا اذا انت ما تحصل التدخل الطبي السريع. نعم. كده. والتأمين الصحي برضو مناسبه ساهم في رفع الوعي باهميه الطب الحديث، انه الناس بدل يجوا الى الطب البلدي وكده وبعض الاشياء اللي هي قد تكون برضه فيها مدار صحيه، انه الناس يتعالجوا بالطب، يتطور كثير جدا. اي نعم. فالطب برضو رسخ المساله دي، الناس عشان ما يتحاشوا يقولوا هو مكلف، التأمين الصحي هو خير ضامن لتأمين تكلفة العلاج مهما كانت، مهما بلغت هذه الفاتورة. دكتور سليمان، نظام الإحالة ده يذكرني يعني حاجة طريفة. في واحد من الغريمة البعيدة، يعني رجل مريض وجولد من المدينة وعالجه في المدينة، لكن ما تعالج، ما استجاب للعلاج، ومشوا لمدينة أكبر من المدينة الريفية ديك، وكذلك العلاج برضو ما استجاب له، وقال لنا مش الخرطوم. جه الخرطوم هنا برضو عدوه علاجات وفحوصات، وبرضو المسألة ما ضبطت. فزي أبوه قال لي بعد ده نمشي الأردن، قال لا يبا بعد ده اركز. نعم. دي الحالة يعني. أيوة دي الحالة. نعم، كلامك ده ذكرني حكاية الأردن، إنه التأمين الصحي طبعا كان موجود في إطار السودان، يعني أعلى مستوى خدمة له هو في الخرطوم. التأمين خارج السودان هو كان خارج نظام التأمين الصحي، كانت في بعض الأمراض برضه خارج نظام التأمين الصحي، نحن برضه في فترتنا أدخلنا جزء منها. أن إحنا كان فكرنا في مشروع اسمه إعادة التأمين، إنه يكون عندنا إعادة تأمين، تكون عندنا علاقة ببعض المستشفيات خارج السودان فيها علاج لبعض الأمراض، زي شركة التأمين دي وإعادة التأمين. أيوة، زي شركة التأمين وإعادة التأمين. نعم. لمعالجة بعض الأمراض خارج السودان، لبعض الحالات المستعصية، لبعض المستوى من العمليات والتشخيص اللي كان ما متاح في السودان. طبعا الآن السودان برضو تطور. نعم. في حاجات كانت ما موجودة الآن بقت موجودة في السودان. نعم. برنامج توطين العلاج كان دي واحدة من أهدافه، إنه يقلل السفر إلى خارج السودان بتوفير الحياة اللي بتودي الناس برا السودان. أيوة. فالتأمين شريك أصيل في هذه العملية. التأمين كان ما موجود في الولايات الجنوبية، فنحن برضو أدخلناه في الولايات الجنوبية العشرة، ودي كانت إضافة ودته بعده القومي الكامل، بأنه 25 ولاية في وقتها قبل انفصال الجنوب كلها بقت داخل وفرت على الجنوب حاجة يعني. أيوة نعم. أيوة. نعم. التأمين الصحي برضو هو ما كان منفتح على القطاع الحر، كان مركز على القطاعات المنظمة، العاملين في الدولة و الناس اللي وضعهم زي وضع العاملين في الدولة، يعني عندهم مرتبات. مستمعي الأفاضل، فاصل قصير ثم نعود. أم الجامعات السودانية، جامعة الخرطوم، ترسل صوتها عبر الأثير لكل المستمعين على 93.3. صوت الجامعة 93.3 FM. أم الجامعات.
كنوز وأفكار. مستمعينا الفاضل، عدنا بعد الفاصل لمواصلة الحديث مع دكتور سليمان عبد الرحمن. سلام، مرحب دكتور سليمان، واصل في الإنجازات. نعم، برضو من ضمن الإنجازات نحن عملنا برنامج الأخصائي زائر، في إنه في كثير جدا من حتات الناس بيحولهم للأخصائي. نحن عملنا لا برنامج، والكلام ده كان على مستوى السودان، وقدرنا نوفر المعينات لأخواننا الأخصائيين، ونحن بنشيد بيهم، والمطلوبات بتخليهم هم يصلوا لمناطق ما كان بيقدروا يمشوا لها، لأنه أبسط حاجة مثلا جهاز الموجات ما كان موجود، بعض الفحوصات المعملية ما كانت موجودة. فالتأمين استطاع أنه يعزز الخدمات الغائمة أصلا بتاعت وزارة الصحة، وأنه غير أنه يشتري الخدمة يعزز ما هو غائم حتى على مستوى المستشفيات، توفير آليات طبية لبعض أنواع العمليات الجراحية. أدخلنا مثلا العلاج السرطانات، دخلنا العلاج الذري والكيماوي كان خارج التأمين، دخلنا القصر القلبية كانت خارج التأمين، دخلنا زراعة الكلى كانت خارج التأمين، الجراحات التجميلية بغرض العلاج، ودي بتمثل 90% من الجراحات التجميلية زي ما قالوا لنا أخصائي جراحة التجميل، كانت خارج التأمين، أدخلناها في التأمين الصحي. كل أمراض الأسنان يمكن ما عدا زراعة الأسنان، المظلة واسعة جدا، دخلنا النظارات، الأجهزة التعويضية، النظارات مثلا، فدي كلها كانت بعض الأشياء اللي هي كانت خارج التأمين. أيضا وطننا بالنسبة لمركزية الدواء، الدواء كان حقيقة التأمين بيعتمد على الشراء المباشر ما هو متاح في الإمدادات وفي السوق. عملنا اتفاقية في وقتها مع الإمدادات الطبية، وعملنا عطاءات سنوية عبر الشراكات مع شركات الأدوية، وبرضو مشيت بيها لأنه كان بتوفر لنا الأدوية ما بتكون مثلا متاحة في الإمدادات الطبية، أو الكوتا في الإمدادات الطبية ما بتكفينا في كل السودان. توحيد نظام الدواء خلانا أنه نشتري بنظام العطاءات لكل السودان، وبالتالي قلل لنا التكلفة، عشان كده سعر الدواء في التأمين الصحي واحد من الجنينة يحدي بورسودان، وكان من حلفة يحدي نمولي قبل انفصال الجنوب. فبرضو وحدنا الأسعار بالنسبة للدواء، لأنه الدواء هو الوحيد في التأمين الصحي اللي هو التأمين بيدفع 75% من قيمة الدواء، وليس 100%، ربع القيمة هي على مساهمة، هي من المؤمن عليه، المؤمن عليه كل خدمات التأمين الصحي مجانا ما عدا الدواء بيدفع ربع القيمة. نعم، لأنه الدراسة الاكتوارية قالت كده. التأمين برضو في أسر اهتم بأنه يدخلها في نظام التأمين الصحي وهي غير مقتدرة، مثلا الأسر الفقيرة، السيد رئيس الجمهورية ونحييه اتبنى كفالة 750 ألف أسرة في خلال 5 سنوات، والآن أنجزت بنسبة 100%. 750 ألف أسرة فقيرة بتدفع لها الدولة عبر برنامج الدعم الاجتماعي. نحن سبقنا أمريكا الآن، نعم. أوباما، نعم. رئيس الأمريكي، نعم. حاول يوسع مظلة التأمين الاجتماعي، نعم. ودخل يعني الأسر الفقيرة، صحيح. أمريكا فيها لما كانت جات الانتخابات أيام بيل كلينتون كان في 45 مليون أمريكي لقوم خارج مظلة التأمين الصحي، فكانت واحدة من التحديات ودخلت في برنامج الرئيس، نعم. في إنه كيف يقدر يكمل الأمريكان اللي هم خارج مظلة التأمين الصحي. أيضا مثلا زي أسر الشهداء لخصوصيتهم، نعم. إنه يكفلوا بنسبة 100% في التأمين الصحي، وتم ذلك في عهدنا. المعاقين ماذا بشأنهم؟ المعاقين برضو هم يكفلوا في التأمين الصحي عن طريق ديوان الزكاة. أيضا صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية برضو كفلت منسوبيها في التأمين الصحي، فبقت التأمين الصحي عبارة عن مظلة بتسع كل الناس، المقتدرين بيدفعوا والغير مقتدرين بيدفع نيابة عنهم، بيدفع نيابة عنهم من الدولة، المؤسسات الاجتماعية. أيضا فتحنا باب الخيرين، نحن التأمين الصحي فيه خيرين من أبناء السودان، ونحن بنحييهم، بيكفلوا أسر في التأمين الصحي بيدفعوا مرات مقدم السنة كله مقدم، ولا زال نفس مفهوم النظام الوقفي، لا زال برضو آلاف الأسر على مستوى السودان مكفولة في التأمين الصحي، بيدفعوا عنا الخيرين من أبناء السودان. نعم، ودي من الحياة بتميز بها التأمين الصحي في السودان بالمناسبة. أيضا التأمين الصحي استطعنا أنه في الفترة بتاعتي أنا ندخل من 10 إلى 11 مليون مواطن إضافي داخل مظلة التأمين الصحي، وارتفعت نسبة التغطية إلى 40% من جملة المستهدفين على مستوى السودان، ودي كانت نسبة عالية وجاءت بجهد مقدر وبدعم كامل من الدولة. ويمكن التأمين الصحي أيضا حرك كل فعاليات المجتمع لنشر ثقافته، حرك الفن، حرك الرياضة، حرك الدراما، حرك مشايخ الطرق الصوفية، حرك الإدارة الأهلية، يعني كثير جدا. وأنا برضو هنا تصحيح مقولة للشيخ الراحل عبد الرحيم البرعي، الشيخ البرعي كان ضيف شرف في تدشين خدمات التأمين الصحي في منطقة أم دم في شمال كردفان، الآن هي أصبحت محلية.
عندما تكلمت في الاحتفال في أحد المواطنين جاء مسك الميكروفون وقال أنا دي فرصة مدير عام التأمين جانا الليلة هنا أنا عندي سؤال له لازم داير يجاوب لي أيوه. عشان يوضح لي مسألة أنا ما قادر أفهمها. أنا مشترك معكم في التأمين الصحي ده لي 10 شهور حتى الآن أنا ما استفدت من التأمين الصحي وقروشي مشت وين. فأنا فوجئت بأنه الشيخ عبد الرحيم البرعي عليه رحمة الله رفع يده يعني أداني إشارة أنه داير يجاوب هو أيوه. فأنا أتهشني أكتر أنه مش الرد أنا حقوله لكم لكن أيوه. أتهشني أنه الشيخ البرعي ليه حرص أنه هو يرد. فأنا أدته المايك قام حكى قصة بسيطة قال لي هذا الراجل قال لي يا أخ في امرأة عندها جنى واحد عزيز عليها شديد الجنى ده قام عيا لما عيا والضايق جرت به للحكيم لما مشت قالوا لا الحكيم ده خلاص انتهى يوم انتهى ومشى البيت مشت البيت دقت الباب البيت فتحت لها ست البيت قالت لها أنا داير الحكيم قالوا جري البيت قالت لها الحكيم نايم قالت لها لازم تصحي لي أنا ولدي ده عيان فمشت صحته له فلما جاء قال لها إن شاء الله خير قامت قالت له أنت بتجيبوا لي خير. فدي القصة الحكاة للبرعي يعني هو داير يدي رسالة للراجل ده أيوة. داير يقول له إذا أنت دارس السفيد من التأمين الصحي لازم تمرض أيوة. لكن ما فزر بتمرض المرض أيوة. لكن قال له قروشك ما ضاع ساكت الفترة أنت ما ربنا ما حوجك للتأمين الصحي أيوة. وإنت ما مرضته قروشك على جبهة ناس تانين أيوة. فربنا فداك أيوة. ما حوجك تمرض عشان تستفيد من قروشك لكن قروشك ما ضاع ساكت استفادوا بها ناس تانين وربنا بيجعل لك صدقة جارية. الشيخ البرعي ما عمل قصيدة لأنه كان موظف القصيدة المادحة لأغراض اجتماعية كثيرة صحيح ما خصانا بقصيدة في التأمين الصحي لكن مقولة الشيخ عبد الرحيم البرعي زي العمدة اللي قلت عليك قبيل أيوة. ثبتناها واحدة من سغافة التأمين الصحي البدينا نتكلم بها في كل أنحاء السودان أي حتة نمشي نقول لهم الشيخ عبد الرحيم البرعي حصلت حادثة في أمدم قال كده أيوة. بيسهل لك الفهم أيوة. لأن احنا بنخاطب رأي عام فيه كل أنواع الطيف نعم. أي نعم فيهم الأمي فيهم المتعلم بسيط فيهم المتعلم كثير فيهم اللي بيفهم لغة الشيخ البرعي وفيهم اللي بيفهم لغة شيخ الإدارة الأهلية وفيهم اللي بيفهم لغة المثقفين. فنحن التأمين الصحي برضو يعني حتى أدخلنا فيه الرطانات نحن في الجنوب كنا بنتكلم برطانة الدينكا والنوير والشلوق والبارية عشان نفهم الناس التأمين الصحي أي نعم. فدي برضه كانت واحدة من مرحلة بتاعت التبشير مرحلة بتاعت التبشير ومرحلة بتاعت رفع الوعي وخطاب يعني هلموا إلى التأمين الصحي لأنه زي ما قلت لك قايم على نظرة العدد الكبيرة وهمنا أنه كل أهل السودان يدخلوا بنسبة 100% نعم. وفي دول زي تونس الآن 95% إيران 98% ففي دول في العالم العربي والإسلامي والإفريقي الآن ماشية دخلت في 90% وتجاوزتها نعم. فنحن دارين السودان والآن هناك في استراتيجية الدولة أنه بحلول 2020 أنه أهل السودان كلهم يكونوا دخلوا مظلة التأمين الصحي وبعد كده الدخول بيكون تلغاي للمواليد الجدد. أنا يعني كان في خطتنا إنه بحلول 1/1/2017 نكون كملنا المزلة دي بنسبة 100% لكن برا بيكون في بعض المعوقات قد تؤخر السنة اللي تحددت لتنفيذ المشروع. نحن أيضا فتحنا باب الدراسات والبحوث في مجال التأمين الصحي شجعنا طلاب الجامعات استوعبنا أن من منظمة الصحة العالمية عملت مركز لاقتصاديات الصحة بجامعة الخرطوم أول مجموعة منه كانت حوالي 10 وأنا أذكر بالخير المرحوم بروفيسور محمد هاشم عوض كان مسؤول عن هذا المركز اتصلنا عليه وقلنا نحن عندنا مشروع جديد مشروع التأمين الصحي ده بيحتاج لناس دارسين اقتصادية الصحة وإنت الآن عندك أول مجموعة وأنا دارين خاطبهم ودارين نعمل لهم زيارة للتأمين الصحي ونستوعبهم معنا فكان سعيد جدا للغاية وساعدنا مساعدة كبيرة جدا وبعد ذاك أغنعناهم بأنه نحن محتاجين لكم كلكم ففعلا استوعبنا يمكن أغلب هذه المجموعة إلا كان عنده وظيفة في حتة تانية فكانوا شكلوا بالنسبة لنا إضافة حقيقية ففتحنا باب الدراسات في التأمين الصحي لأنه التأمين الصحي من بدأ كانت كوادر وزارة الصحة هي اللي استعانوا بها وبعض الكوادر من بعض المؤسسات الاجتماعية يعني توفرت لكم قاعدة كبيرة من الموارد البشرية نعم لأنه كان في تحدي كبير إنه من هم الذين يديرون هذا المشروع هل هم لأنه ما كان في تأمين صحي في السابق فكان لابد إنه نكدر كوادر إنها تعرف ما هو التأمين الصحي عشان كده فتحنا فيه باب الدراسات داخل وخارج السودان الكورسات الورش الدورات التدريبية الملتقيات الدبلومات الماجستير يحدد الدكتوراه احنا بعثنا ناس لبريطانيا جامعة ليفربول عملنا معاها شراكة عملت لنا دبلوم عالي او بدرجة ماجستير اعتبروه جزء اول من الدكتوراه بالتعاون مع المجلس الطبي السوداني واذكر بالخير بروفيسور عبد الرحمن التوم كان رئيس المجلس الطبي ومجلس التخصص الطبية
وأذكر بالخير بروفيسور عبد الرحمن محمد موسى استشارة الباطنية، كان هو رئيس مجلس التخصصات لأهمية المشروع. أجازوا لنا إنه هم قبلانين الاتفاقية مع جامعة ليفربول، وإنه مجلس التخصصات يدرس الباشا الأول وكله يخصص لمدراء التأمين الصحي في الولايات وفي رئاسة الصندوق، وكانوا زي 20. وبكل معايير ليفربول هم اللي اختاروا، عملوا انترفيو لأربعين رشحناهم لهم من كل الولايات ومن الرئاسة، اختاروا 20 وأحرزوا نجاح منقطع النظير. يعني التأمين الصحي أصبح صناعة. أصبح صناعة. الآن فيه ناس حملت دكتورة، فيه حملت إنفيل ماجستير بكالوريوس ودبلوم عالي، وفي كل المجالات اللي هي المهمة لإدارة نظام تأمين صحي. فدي برضه كانت واحدة من الإنجازات الحقيقة تحسب للمشروع. بقت عنده أصول ضخمة جدا، لأنه كل أصول الإدارات التنفيذية في الولايات أصبحت هي أصول قومية هي تتبع للمشروع. أخذ عضوية المجلس الطبي السوداني، أخذ عضوية مجلس التخصصات الطبية، كانت له مشاركات واسعة في كل أنشطة المنظمة الدولية للضماع الاجتماعي. أخذنا العضوية بتاعتها، بندفع فيها رسوم سنوية، ودي أكبر منظمة على مستوى العالم في الضمان الاجتماعي والصحي. وعندها جمعية عامة كل 3 سنة بتنعقد واحدة في غارات العالم 6. وأصبحنا أيضا نشارك في حلقات الغوطرية القومية مع المركز العربي للتأمينات الاجتماعية، وحتى عملنا كورس عن منهج التأمين الصحي، وأصبح يدرس في بعض الجامعات وبعض المدارس حتى لطلاب الثانوي. وأسسنا مركز لاقتصادات التأمين الصحي في داخل التأمين الصحي، وعملنا مكتبة كاملة إلكترونية ومكتبة مغروءة في التأمين الصحي فيها كل المراجع وفيها تجربة التأمين الصحي. وعملنا ونفذنا كثير من البروتوكولات العلاجية مع وزارة الصحة، ونحن التأمين الصحي بنفذ الخدمات العلاجية عبر بروتوكولات المجازة من وزارة الصحة، و أزعاره بتاعت الخدمة لغير المؤمن هي الأزعار المجازة من المجالس التشريعية في الولايات. وأيضا ساهم في دعم المشروعات الوقائية زي مكافحة الملاريا، البلهارسيا، إصحاح البيئة، لأنه التأمين الصحي ما من مصلحته الناس تمرض ولا الناس من مصلحته تمرض. فهو كل ما قلل برضو نسبة المرض كل ما هو قدر. يعني أنتوا قمتوا بدور وزارة الصحة العلاجي والوقائي؟ لما قمنا بدور وزارة الصحة، إنما نحن مساهمين مع وزارة الصحة، بنعزز دور وزارة الصحة بكل ما يلي التأمين الصحي في الشراكة بينه وبين وزارة الصحة. يعني عندنا معاها شراكة تكاملية، والتأمين مع الصحة كان في بعض المفاهيم الخاطئة في بداية المشروع، كأنما هو نت. التأمين ليس نت. وأنا دائما قاعد أقول المقولة دي وثبتها ورسخت حياة كثيرة جدا لمفاهيم خاطئة، إنه تأمين الصحة وجهين لعملة واحدة. والتأمين الصحة التأمين يتكامل مع الصحة. الصحة التأمين بالنسبة لها مكمل، خاصة في في ما يلي الخدمات العلاجية. لأن الصحة زي ما قلت فيها تعزيز وفيها وغاية وفيها علاج وفيها تأهيل. التأمين الصحي في الدور العلاجي والتأهيلي عنده مساهمة كبيرة جدا، بيخفف العبء عن المواطن وعن الدولة. فيمكن تقريبا ده تطواف سريع في بعض المحطات هل كانت يمكن التأمين الصحي قدر يقدم فيها مردود إيجابي جدا. التأمين الصحي برضو بعد ذلك أسس شركة سماها شركة فلق، هي شراكة بين التأمين الصحي والولايات واتحاد العمال، وكان دورة معني بالاستثمار الطبي في التأمين الصحي خاصة في المجال الطبي أو الدوائي، باعتبار أنه التأمين الصحي برضو بيعظم الاشتراكات بتاع المشتركين، حتى أنه تكون عنده احتياطات دائما بيسموها الاحتياطات الاكتوارية. يعني التأمين ما شغال رزق اليوم باليوم، إنه لازم يكون عنده احتياطي لمجابهة احتياجات الناس اليومية من الخدمة العلاجية على مستوى السودان، وإنه لازم اشتراكاته دي تكون مغطية تكلفة الخدمة. فدي كانت واحدة من الحتات المهمة جدا. أنا أحب برضو في الفترة بتاعتي شهدنا الاحتفال بالعشرية الأولى للتأمين الصحي. طبعا التأمين الصحي أول ولاية نفذته على مستوى السودان هي ولاية سنار في 95، وفي 2005 احتفلنا بالعشرية الأولى للتأمين الصحي، وسمينا هذه العشرية عقد ضامن لعقد آمن، إنه العشرية اللي بتجي بعدها هي آمنة بعقد الأول، عقد التأسيس أو العقد الضامن. وفي 2006 منحني السيد رئيس الجمهورية اللي هو نقطة جدارة من الطبقة الأولى، وهو أعلى وسام يعطى في الخدمة المدنية، ومنحتني جامعة النيل الأزرق الدكتوراه الفخرية في الإدارة. يمكن تقريبا دي محطات سريعة في فترتنا قدنا في التأمين الصحي. كانت فترة شغالين فيها بروح الفريق، كل الناس كانوا بيعملوا بنفس واحد، كانت في شراكة حقيقية، في تكامل أدوار، الفضل بيرجع لكل الناس حقيقة.
ولكل الغائمين عن مرة التأمين الصحي ولقيادة الدولة في سند الحقيقي ولتجاوب أهل السودان مع هذا المشروع. لأن المشروع ربطناه بفلسفة وقيم مبنية على الإرث السوداني اللي احنا بنفتخر به. السودانيين أهل فزعة، أهل تكافل، أهل تراحم. فنحن قلنا لهم نفس هذه القيم بس خدتنا لكم في شكل مشروع بطريقة حديثة مواكبة عالميا. فالتأمين الصحي كان فيه البعد المحلي والإقليمي والعالمي، وكان رابط ما بين العلمية والعملية، ما بين المنهج والتطبيق. عشان كده قدر يمشي بخطوات راسخة ببعد استراتيجي برؤية واضحة جدا بمستقبل زاهر. نحن ربطناه برضو بالإدارة الاستراتيجية، بتطبيق نظام بطاقة الأداء المتوازن، بتطبيق الاستراتيجية في إدارته. عشان كده أنا الآن برضو بعمل في رسالة بحث عن أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في التطوير الإداري في ظل تقديم خدمات التأمين الصحي. وأخذت ولاية شمال كردفان، التأمين الصحي بولاية شمال كردفان كنموذج لهذه الدراسة، وهي الآن بروفيسور محمد حسين أبو صالح حقيقة يعتبر أنه هذه الدراسة تصلح دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي القومي. نعم. إن شاء الله. دكتور سليمان عبد الرحمن مرحبا، يعني استحقيت الوسام الإنجاز من الطبقة الأولى، وسام الجدار من رئيس الجمهورية، واستحقيت الدرجة الفخرية التي منحتها لكم جامعة النيل الأزرق. أكيد هذا التأمين الصحي أحدث حراك في المجتمع التقليدي الريفي، حدثنا عن دور التأمين الصحي في المجتمع التقليدي الريفي. ده سؤال مهم، وحقيقة كان أكبر تحدي بقابل التأمين الصحي هو القطاع الحر أو غير الرسمي، بقوله غير المنظم. يعني إنجاز التعبير، برغم أنه أخواننا في اتحادات الرعاة والمزارعين بيفكر أنه هذه الكلمة لا تناسبهم وأنهم قطاعات منظمة، لكن إحنا بنقصد أنه القطاعات التي لا تعمل بمرتب، مثلا بتعتمد على الزراعة المطرية، دخلهم بيجي في موسم الحصاد، مثلا بتعتمد على الرعي، عندهم فترات معينة هم ممكن يبيعوا فيها بهايمون. ودل الأغلبية من أهل السودان أنه تقريبا أكثر من 80% من أهل السودان هم يمتهنون الزراعة والرعي. طيب ده تدخلهم كيفين؟ أنت عشان تدخلهم في تأمين تدار شنو؟ أنا داير كيف أحصل اشتراكاتي؟ ما هي آليات تحصيل الاشتراكات من المجتمعات الريفية؟ نعم. أنا زول عندي بهايم، كيف أشيل اشتراكاتي منه؟ هل أشيله في شكل خروف؟ أنا زول المزارع بزرع سمسم أو فول أو ذرة، كيف أتحصل اشتراكي؟ أشيله شوال ذرة، أشيله شوال سمسم؟ حقيقة دي كانت تحدي. زرنا كل السودان، كل المحليات، كل الإداريات، زرنا مجالس الغرة، اجتمعنا مع كل الناس ديل، عملنا ورش، جربنا انه هل ضريبه القطعان تصلح لان يتحصل اشتراك التامين من الناس في مجال الرعي؟ لقيناها ما بتجي. قالوا التجربه في القضارف، في البطانه. جربنا في مواقع تانية، هل نشيل عينا؟ اذا شلنا عينا التامين الصحي اشتراكه ده هو عباره عن رقم مالي، هل لو شلت عينا التامين الصحي مهمته يشيل حاجه عينا؟ طيب لو داري بيعها، لانه التامين الصحي في النهايه هو ما داري حاجه عينا. نعم. يعني ما داير عيش ولا داير بهايم، داير كاش. الآن جاءكم التحصيل الإلكتروني. الآن التحصيل الإلكتروني واحدة من الميزات اللي أيضا التأمين الصحي حيستفيد منها. فعشان كده نحن كان بالنسبة لنا أول شيء يقنع الناس بالدخول في التأمين الصحي وأهمية المشروع، ودي أعتقد حصلت. بعدك بقت التحدي إنه كيف أنا أحصل اشتراكاتي وكيف أقدم خدمة. الخدمة ممكن في المدينة قد تكون أسهل لأنه في بنيات تحتية، في خدمات. طيب مواطنين موجودين في مناطق نائية دخلوا في التأمين الصحي، كيف أقدم الخدمة؟ عشان كده نحن لما نقولنا الطبيب العمومي هو مدخل الخدمة، زي ما انت قبل ذكرتها، احتجنا في مناطق انه مدخل الخدمة يكون المساعد الطبي. حتى في بعض المناطق قد يكون حتى المساعد الطبي ما متاح، لكن قد يكون قريب، لأن واحدة من مطلوبات وزارة الصحة انه خدمات الرعاية الصحية الأساسية على الأقل تكون متاحة لأقرب موقع لسكن الناس. ممكن يصلوها بالأرجل، وانه الحد الأدنى من الخدمات متاحة. فيه ترقية الخدمات في الجراس روتس، في القواعد، ما في كلام. فيه ترقية، والترقية دي بالنسبة لنا تعزيز للصحة. ووقاية من الأمراض، وبعدك نجي لإدارة العلاج. مستمعينا فاضل الفاصل القصير ثم نعود. حين يذكرون الجامعة فهم يعنون جامعة الخرطوم، وحينما يقولون 93.3 فحتما يستمعون لأثير جامعة الخرطوم. تعددت الجامعات والخرطوم واحدة. FM 93.3 صوت الجامعة. رموز وأفكار،
وأفكار. مستمعينا الأفاضل، عدنا بعد الفاصل لمواصلة الحديث مع دكتور سليمان. مرحب دكتور سليمان. ممكن يعني في خلال 9 سنوات أو 10 سنوات أصبحت عندنا تجربة راسخة في السودان، وربما تكون نموذج لدول الجوار القريبة اللي ممكن أوضاعها أقل مننا شوية، في تشاد، في أفريقيا الوسطى، في الدول المحيطة بنا دي. فحدثنا عن إمكانية يعني مش تصدير التأمين الصحي، لكن إشراك الدول الثانية في علاقات الدبلوماسية الصحية. نعم، نحن ده سؤال مهم. نحن في تجارب الدول الأخرى، يعني إحنا المحيط بجبان هو المحيط الإفريقي والعربي، ويمكن في دول سبقتنا مثلا زي مصر، زي كينيا، زي تونس، لكن إحنا برضو سبقنا دول إفريقية ودول عربية. بس كل إنه الإخوة في اليمن أعجب جدا بتجربة التأمين الصحي، وكان جو طلبوا إنه السودان يجي يعمل لهم نظام تأمين صحي في اليمن. في بعض الدول هي بدأت التأمين الصحي، لكن طلبت إنه التأمين الصحي في السودان استطاع إنه يحقق نجاحات في بعض المحاور بتاع التأمين الصحي، هم ما قدروا يحدثوا فيها اختراق، اللي هو مثلا زي تعميم الخدمة. حتى الكينيين من 66 عندها نظام تأمين صحي مناسبة، يعني بعد 6 سنة من الاستغلال. لكن لما زرنا كينيا ووقفنا على التجربة الكينية ورينا التجربة السودانية، لقونا احنا عندنا ميزات. التأمين الصحي هناك مصنفينه لثلاثة مستويات، يعني كأنما هي برونزية، فضية، ذهبية، وانك انت بتدفع على حسب كل مستوى، عشان كده عاملين 3 مستويات من الاشتراكات. طيب فيها تفرقة، فيها تفرقة تكافل. غير كده يمكن انا مرضي، انا 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 في المستوى البرونزي، لكن مثلا وقعت في دائرة مرض في المستوى الفضي مثلا او الذهبي، لكن انا ما مشترك. هنا حيقوموا يدفعوني، يقول لي يقول لي مثلا هو رقد في المستشفى بمرضه، لكن قلنا انت بتحتاج لي كده، لكن لازم تدفع لنا عشان احنا حننقلك لمربع تاني حتدفع فيه. فليقولوا تجربتنا ان احنا ما عندنا تمييز. بعدين في دول فيها تأمين صحي بالفرد، يعني كل فرد بيدخل براو. واحدة من الميزات في السودان، ودي منسجمة مع الفطرة ومع ديننا الحنيف، التأمين السودان في بالأسرة، اللي هو دخول رب الأسرة، يعني دخول كل الأسرة في التأمين الصحي، في اشتراك الأسرة واحد. الكبار، الأب والأم والأسرة ممتدة. رب الأسرة لما ندفع اشتراكه في التأمين الصحي، أول شيء والدينه، هو ومعه دخلوا اوتوماتيكلي، زوجته أو زوجاته وعياله كلهم ديل بتفعلهم اشتراك واحد، لكن ما بتطلع لهم بطاقة واحدة، بتطلع البطاقة على قدر عدد أفراد الأسرة، لأنه كل زول بيتعالج ببطاقته، لكن الاشتراك واحد وبيدفع رب الأسرة. فنحن برضو بر الوالدين دخل معانا في التأمين الصحي. التجارب الثانية برضو، التأمين الصحي في السودان ساهم في تخفيف حدة الفقر، وده كان واحدة من التحديات في إفريقيا. أنا بتذكر لما مشينا الكيب تاون راس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، كان في مؤتمر معمول لكل أنظمة الضمان الاجتماعي والصحي في إفريقيا، في إنه كيف أنظمة الضمان الاجتماعي تساهم في التخفيف حدة الفقر في إفريقيا. فعكسنا لهم تجربة التأمين الصحي في السودان بما فيها تجربة الزكاة، في إنه أنت هنا بنظام الكفالة، بنظام الأسرة، بنظام كفالة الناس الغير مقتدرين عن طريق الزكاة وعن طريق الدولة، أنت خففت الفقر. لأنه أنا بالنسبة لي اقتصاديات المنزل، لما أجي أضرب ما يجيني من قروش في البيت، كويس، أنا قروشي دي بديها لشنو؟ بديها أول شيء للقمة العيش، في ناس حتى كمان لشربة الماء لأنه مش هشتري الموية، في بعد ذاك أنا مثلا عندي ناس في المدارس عندي رسوم في التعليم، بعد ذاك عندي علاج. أي سيد بيت بيكون بالنسبة له دي أولويات القروش اللي بيقسمها. بعد ذاك حلك مثلا أنت في مستوى مثلا في حتة فيها كهرباء، في حاجة تانية، لكن ده الحد الأدنى. طيب أنا لما نحس إنه قدرت أشطب الفاتورة بتاعت العلاج لأنه أنا عندي اشتراك في التأمين الصحي وأنا ما مقتدر، لكن الدولة كفلتني، أنا بالنسبة لي تديني مساحة إنه قروش التأمين الكفلوني بها دي، وكنت أنا بستقطعها من قروشي من دخلي حتى مهما كان قليل للعلاج، إنه أنا أوفرها لحاجة تانية، للقمة العيش، للتعليم وهكذا. فعشان كده السودان عنده تجربة ناجحة برضو وجميلة جدا، قدر يثري بيها هذه التحديات اللي بتواجه الغارة الإفريقية. حتى الإيدز كان في مؤتمر في زامبيا برضو عملته المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي، بتذكر كوروزين دي كانت رئيس المنظمة الدولية، هي فلبينية، كانت مدير الضمان الاجتماعي في الفلبين، فجات في زامبيا في لوساكا، وكان عن مساهمة أنظمة الضمان الاجتماعي أيضا في احتواء المرض الإيدز في إفريقيا، باعتبار أنه أصبح مرض فتاك، مرض مكلف اقتصاديا، مرض بيقضي على الناس بأعداد كبيرة، وإفريقيا الغارة الأولى على مستوى الغارات هي موبوءة بمرض الإيدز، وفتك بالملايين من البشر. فكيف أنظمة الضمان الاجتماعي تساهم في تقليل انتشار مرض الإيدز في إفريقيا وهكذا. دار أوريك أنه المفهوم الاجتماعي المردود الصحي، لكن عنده ما وراء ذلك في أنه يساهم في أشياء هي من ضمن اهتمامات المجتمع
المحلي والإقليمي والدولي. نعم. ترسم عبد الرحمن مرحب. التأمين الصحي ده بالحجم الكبير ذكرت ده وانتظم البلد ما فيه خدمة لنظام الحكم الاتحادي؟ نعم فيه خدمة طبعا. التأمين الصحي بالنسبة له من حيث التنفيذ ولائي وهو أيضا اللامركزية كويسة معه، اللامركزية لمزيد من التنسيق لكن ما بتلغي غومته. نحن حتى لما نجد السورة الانتقالي 2005 بعد اتفاقية السلام الشامل والناس تتكلم عن السلطات الولائية والسلطات الاتحادية كان في كلام انه التأمين الصحي واقع وين؟ الناس قالوا المعاشات مثلا ولائية لكن جازبت انه المعاشات ما فرض تكون ولائية لأنه صناديق الضمان الاجتماعي كلها التأمين الاجتماعي والمعاش والصحي هي طبيعتها غومية فهي دخلت في السلطات المتبقية اللي هي تمشي فيها طبيعة الحالة بتاعتها. التأمين الصحي قلنا غومي ليه؟ قلنا لأنه المرض غومي ما ولائي والعلاج غومي ما ولائي والبطاقة لازم تكون غومية لكن التنفيذ ولائي لكن في بعض الأشياء لازم تعملها غومية. جاء مريض من نيالة للخرطوم عشان يتعالج في الخرطوم كويس لازم يكون التأمين غومي لكن بعد ذاك ناس الخرطوم حيقول لنا احنا عالجناه وهو ما بيدفع اشتراكه عندنا بيدفع في نيالة جدا عندنا نظام المغاصة. يا ناس نيالة مريضكم ده كلف 1000 جنيه نقسمها من اشتراكهم اللي بيجي هنا مركزيا نديها لناس الخرطوم. عشان كده التأمين الصحي عنده مساهمة في نظام الحكم الاتحادي. عشان كده الآن هو برضو انعقدت له ورشة في إطار الإعداد لمؤتمر تقييم تجربة الحكم الفيدرالي في السودان في إنه تجربة التأمين الصحي موقع شنو من الإعراب من النظام الحكم الاتحادي. نعم. استاذ عبد الرحمن أشرت قبل شوية إلى مجلس التخصصات الطبية والمركز الطبي السوداني. المجلس الطبي السوداني. شنو علاقة التأمين الصحي بطب المجتمع في كليات الطب؟ الآن يعني عندنا جامعات إقليمية كثيرة وفي الولايات فيها كليات بتاع الطب فلماذا لا نوظف طب المجتمع لتعزيز الوعي والثقافة الصحية؟ ده مجال اختصاصي وهو أصلا التأمين الصحي واقع في هذا الإطار. نحن يعني بالنسبة لنا التأمين الصحي ما هو عبارة عن منظومة متكاملة فيها البعد الاجتماعي فيها البعد الاقتصادي فيها البعد الصحي بالتالي طب المجتمع يشبه هذا المجال. عشان كده الناس اللي بيديروا نظام التأمين الصحي هم أصلا ناس مختصين في طب المجتمع لكن بعد ذاك أخذوا تخصصات في فرعيات مختلفة. نحن بالنسبة لنا التأمين الصحي هو نفسه واحد من الكورسات اللي ممكن تدرس في طب المجتمع. أنا لما عملت الماجستير في جامعة لندن كانت في كليتين في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وفي كلية طب لندن للمناطق الحارة فواحد من الكورسات كان هو التأمين الصحي لأنه فيه المعادلات الاقتصادية غايمة. التأمين الصحي فيه نظام الاستقطاع فيه نظام حساب التكلفة بتاعت الخدمة فيه نظام تعظيم الفائدة ففيه الإيكونوميك تولز موجودة. عشان كده اقتصادية الصحة هي جزء مهم في فلسفة ومفهوم التأمين الصحي. بالتالي طب المجتمع بالنسبة لنا مكون من المكونات الأساسية وذو صلة مباشرة بالتأمين الصحي. نحن ممكن نستفيد من الكليات القائمة في الجامعات في الولايات في انه هذا كورس يدرس التأمين الصحي كواحد من الكورسات وانه نفس الناس في المجال ده هم يكونوا جزء من إدارة نظام التأمين الصحي في ولاياتهم. نعم. أستاذ عبد الرحمن منظمة الصحة العالمية وطبعا نحن أعضاء فيها وعندنا مكتب في الخرطوم كيف كانت تنظر أو تعاملت معكم منظمة الصحة العالمية مكتب الخرطوم مع مسألة التأمين الصحي كعمل يعني كبير حدث في السودان وكذا؟ كان لها دور كبير ومغدر جدا وأنا هنا أشيد بها وأشيد بالدور قبل منظمة الصحة العالمية وأول بروفيسور جاء السودان جابته منظمة الصحة العالمية عشان مش يغيم إنما يحدد كيفية إدخال نظام التأمين الصحي في السودان وفقا لمنظومة الاشتراك. كيف يأخذ الاشتراك اللي هو الاستقطاع 10% البدباء نظام التأمين الصحي في السودان من المرتبات هو حدد هذا البروفيسور أعتقد اسمه كاليمو على ما أذكر كان الشريف عبود ربنا يعني دي الصحة والعافية هو كان الخبير الوطني الحقيقة المتحرك مع هذا البروفيسور في وضع اللبنات الأولى. فال10% الدولة شافتها كثيرة على المرتبات اتكفلت ب6% منها و4% تقطع مباشرة من المرتب و6% بتعملها طوبينج الدولة. أي نعم. فبروفيسور كاليمو ده جابته منظمة الصحة العالمية فهي ساهمت في تأسيس مشروع التأمين الصحي في السودان ووضع اللبنات الأولى وبعد ذاك دعمته في فترات مختلفة بصور مختلفة في إطار تعزيز القدرات وفي إطار دورات التدريبية في المساهمة في جلب الخبير الاكتواري لمراجعة اكتوارية التأمين الصحي واشتراكاته. فمنظمة الصحة العالمية أيضا تتبنى هذا المشروع حتى
على مستوى الإغليم. يعني إحنا السودان واقع في إغليم دول شرق حوض البحر الأبيض المتوسط لواحد من الغاليمة الستة اللي هي اللي بتشرف عليها منظمة الصحة العالمية على كل القارات العالم. مستمعي الأفاضل، في مداخلة خارجية نستمع إلى حديث الأستاذ الشريف عبود مستشار التأمين الصحي السابق. في الواقع الأخ المندي أنا شخصيا انطباعي عنه دقيق جدا في تعليماته في علاقته مع الآخرين بذات الزمن. الحاجة الثانية إنه هدوءه بيطلع عليه كذا نوع من الوقار كذا. أنا شخصيا بفكر إنه أي قائد لو ما أنت تكون دقيق جدا في عملك وصامت وفي شغلك كمان هنا كذا العمل ما بيمشي كويس جدا. يعني لو قالوا لي أدي سليمان درجة في الدقة ولا كذا أنا بدي درجة عالية جدا، لأنه عارف أي حاجة. بعدين في نفسه عندي ميزة ثانية اللي هي إنه مستعد يشتغل أكثر من شغل في وقت واحد. يكون مثلا ماسك التليفون ويتكلم معك وأنت بتكلم معك ويسمع كذا، وفي ناس ثانيين بيتكلموا هنا عارفهم دون شنو. الدقة دي بيمتاز بها القائد لو أي دول عمل عملية دي رائعة جدا، لأنه شوف ما بتطلع منه حاجة. أي حاجة دار يعملها يلقاها محددة واضحة جدا. الحاجة الثانية أي شخص يشتغل معه دائما بيطلع بانطباع جميل جدا، انطباع جميل جدا، ما بكون زعلان من حاجة. يعني يكون الشغل بكون نظيف. حاجة ثانية الناس بتهابه لأنه عنده هالة الكاريزما دي. دائما في جاب واسع جدا بين الموظف الجونيور والسينيور، هو عنده الحالة تخوفك يعني شنو، وفي نفسه عنده الحالة يعطف عليك. دي ميزة مع أي قائد. الخصائص الثانية برضو إنه لما يكون في حتة باقي فيها الناس بيجوا، يعني شخصية جاذبة اللي يتكلم معه تسند معه. حاجة تانية كمان عنده كمان ميزة تانية بالرغم إنه شغله كثير جدا لكن دقيق جدا في أوراقه دي هناك. أي ورقة هيعرف رقده وينه هناك كده. أنا لاحظت حاجة تانية، التلفونات دي بحفظهم الأرقام دي ما بفتش التلفون. يعني اول ما كنت اتكلم مع زول طوال يضرب لي طوال التليفون. دي ميزه ما عايزه. برضو من الخصائص الثانيه اللي بتميز بها الاخ كمان انه نفس طويل، يعني ما بيسجل شغل عنده شغل يقعد معك للصباح يخلص الثاني. مره اذكر انه كان داير لحاجه من النت 2 صباحا ضرب لي التليفون قال لي وراك وزمن طويل عبد الله عمل لك كده. ما تكلمت معك اكثر، قلت له مع السلامه قفلت خط. بعد ربع ساعة ضربت لي جيت الحاجة الدائرة هولو ما رد علي. يعني خلاص بعلم قلت له تطلب منه معلومة وديك لي تدخل الخدمة كلها معي، فأنا ما عاوز أبلي عايز صباحنا. يعني الحاجة الثانية كويسة إنه هو عارف بيعمل في شنو متين وكيف، وفي نفسه عارف منو بيعمل شنو. دي خصائص إذا تميز بها أي قائد في أي عمل الشغل ده في طريقة جميلة جدا جدا. أنا شخصيا كنت مستمتع جدا بالعمل معه. ليه؟ لأنه عاوز من حاجة بغلس له، وفي نفس الوقت بيضرب لي في اللحظه اللي هو دايرين بقاني خلص يا شكرا جزيلا. ترسي عبد الرحمن مرحب. يعني يواجه التامين الصحي بعض التحديات مما جعل كثير من المواطنين بيشتكي من عدم تغطيه الامراض ذات العلاج الغالي وبعض احيانا الاجراءات البيروقراطيه. لماذا لا تكون هناك مستشفيات خاصه للتامين الصحي خاصة وتطورت صناعة التأمين لتشمل خدمات تأمين صحي تطرحها شركات التأمين التجارية وأصبحت منافسة للتأمين الصحي القومي؟ أليس في التنافس مدعاة إلى جودة الخدمة المقدمة للمواطن خاصة ومعظم الناس خارج نطاق الوظيفة الحكومية؟ والله يا سؤال مهم. التأمين الصحي حقيقة هو جرب الخدمة عبر المراكز وكانت خدمة ناجحة جدا، والمراكز قدرت تحتوي التكاليف وتتحمل نفقات الخدمة بتاعتها، وهي الأكثر فائدة. ومعظم جمهور التأمين الصحي خدماته في المراكز. لما نجي للمستوى التحويلي للمستشفيات، حقيقة التأمين الصحي حسب الدراسة إنه ما بيقدر يتحمل إدارة مستشفيات هي فيها أقسام للطوارئ، والطوارئ أيضا مفروض ما تكون عليها أيضا تكلفة مالية، باعتبار إنه الإنسان لما يجي في حالة الطوارئ أنت ما بتطالبه ماليا، بتحل مشكلته في الأول وبعد ذلك بتحوله. المستشفيات أيضا تكلفتها وإدارتها مكلفة جدا، والتأمين الصحي ما عنده فائض من الكوادر اللي بتدير مستشفيات، لأن المستشفيات دار إدارتها ضخمة وبتشتغل على مدار 24 ساعة لأنها تستقبل الطوارئ وفيها نظام التنويم. بالرغم من أنه بعض الدول وأقرب دولة لنا جمهورية مصر العربية التأمين الصحي عنده مستشفيات، بل بالعكس مش مستشفيات، عندهم مدارس للتمريض. يعني التأمين الصحي عنده كوادر طبية ما زي السودان. عشان إحنا ما عندنا كوادر طبية، كوادر طبية حقت وزارة الصحة. فالتأمين الصحي حتى في مصر عنده مدارس بتاعت كوادر المساعدة، بيتخرجوا الكوادر المساعدة بتاعته، فهي تجربة محتاجة لتغييم. التأمين الصحي أنا بالنسبة لي حسب التجربة وحسب رأيي الشخصي أفضل له في مستوى الخدمة التحويلية للمستشفيات والمستشفيات التخصصية، والمستوى التالي من الخدمة إنه يشتريها.
دي تعتمد على سوق الخدمة في السودان، لكن ما شرطي يكفي نفسه على المستشفيات الحكومية فقط. يعني يشتري خدمة حتى من المستشفيات الخاصة، قد تكون التكلفة عالية شوية، لكن عشان يقدر يعالج بعض الحالات المحتاجة لبعض المستويات المتقدمة من الخدمة متاحة في القطاع الخاص أكثر من الحكومي. فالتأمين الصحي واحدة من الحاجات التحديات اللي بتواجهه في إنه كيف يقدر يقفل نسبة الأمراض 100%. إنه صحيح كان في أمراض خارج التأمين الآن أدخلها، لكن لا زال في جزء بسيط منها. مثلا الأعضاء الأجهزة التعويضية، مثلا زي الركب، مثلا تغيير الركب، مثلا زراعة الكبد، برغم أنه حتى الآن ما دخلت في السودان، لكن أنا عرفت من بروفيسور سليمان صالح فضيل وأنا حييه وهو أستاذي، نعم، وهو الآن عنده مركز محمد صالح إدريس النزيف المعوي، والآن هو ذكر عندما زرنا في اللبيت في مؤتمر اختصاصي طب الباطن بالسودان رقم 28، بشر بأنهم هناك الآن إجراءات بدأت لزراعة الكبد في السودان. فزراعة الكبد مثلا خارج التأمين الصحي، هل ممكن تدخل في التأمين الصحي إذا بقت موجودة في السودان مثلا، وإذا في بقية زراعة أعضاء أخرى؟ فالتأمين الصحي عشان هو ذاته يقدر يدخل الأشياء دي لأنه مكلفة، مربوط بأنه يدخل أهل السودان أول. يعني أنا لما يكون كل أهل السودان داخل التأمين الصحي، أنا بالنسبة لي عندي أقصى احتياطي اكتواري ممكن، عندي أقصى حقيقة اشتراك متحصل ممكن، بيقدر يخليني أنا أتحمل تكلفة نفقات هذه الخدمات العلاجية الدقيقة، وهي برضها نادرة الحدوث. يعني الناس اللي بيحتاجوا نسبة كم من أهل السودان بيحتاجوا مثلا لزراعة كبد أو زراعة كلى أو كده، بالرغم من أهميتها، لكن لابد من رؤية استراتيجية مستقبلية في إنه نحن كل أهل السودان 100% في التأمين الصحي، كل الخدمات بلا استثناء داخل التأمين الصحي. ده الوضع الأمثل، وإن شاء الله نحن في 2020 نكون وصلنا لهذه المرحلة. ترى سليمان عبد الرحمن، مرحب، ممكن الآن أنت أصبحت واقعا يعني خبير وطني، إن لم تكن خبير يعني عالمي في مجال التأمين الصحي. ما هو المردود القومي لمشروع التأمين الصحي في الآخر؟ والله مردود القومي أو شيء، هو عنده مردود اجتماعي، عنده مردود اقتصادي، عنده مردود صحي. التأمين الصحي لأنك أنت في النهاية داير شنو؟ أنت داير مجتمع آمن، نمرة واحد الأمن الذي يطعمه من جوع وأمن ومن خوف، نمرة اثنين مجتمع مستقر. مستقر بمعنى شنو؟ إنه الخدمات الأساسية الضرورية متاحة له ومحل هو موجود. أنا ممكن أكون آمن لكن والله الخدمات الأساسية الضرورية ما متاحة لي، بقوم أرحل. يعني ناسي الهجرة إلى الخرطوم العاصمة المثلثة ومن درمان، نعم، في ناس كتير يقول لك أنا والله خلاص ولدنا ده بيقى عنده، أبونا ده بيقى عنده فشل كلوي وبيحتاج لغسيل، والغسيل اللي احنا عندنا ما متاح، رحلنا جينا الخرطوم. أنا بعرف أسر رحلت الخرطوم لأنه في زول في الأسرة بيحتاج لغسيل مثلا، رحل اللبيط، رحل مدني. طيب الاستقرار ده أنت التأمين الصحي لما تقدر توفر الخدمات الأساسية من صحة وعلاج مثلا، ومن مياه شرب، من لقمة العيش والتعليم، الناس ما بيهاجروا، بالإضافة لنعمة الأمن. فالتأمين الصحي بيساهم في الأمن القومي، بيساهم في الاستقرار، وبالتالي بيخلي بعد ذلك الحياة تزدهر، والناس لما يحسوا بالأمن وباستقرار الخدمات بعد كده بيتوجهوا للتنمية وللتطور بسهولة جدا. لكن إذا ديل ما متاح لهم، دي بتكون خصما على إنه هم على التنمية والازدهار. عشان كده نحن بنساهم في الأمن وبنساهم في الاستقرار. نعم. مستمعينا الأفاضل، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الدكتور سليمان عبد الرحمن. سليمان مرحب، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية السابق بولاية شمال كردفان، والمفوض العام للعون الإنساني السابق، والمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الأسبق، واللقاء في الحلقة القادمة. أشكركم جزيلا. على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون رموز وأفكار، نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم، إنهم
أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية. عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام. ريموز وأفكار من إعداد وتقديم محمد القاسم محمد.